ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتجارة التوعوية والمعرفية لتسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة والمتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين وانعكاساته الإيجابية، أصدر وزير الصناعة والتجارة قرار رقم 91 لسنة 2022 بتعديل ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، وذلك بدعم تمكين المرأة من خلال حوكمة مجالس إدارة الشركات. وللحديث أكثر حول هذه المبادرة تنضم معنا الأستاذة ندى ناصر الذوادي، محلل مالي أول من إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة. يا هلا ومرحبا فيك وصباحك خير. صباح الخير أختي. بداية نصبح عليكم وعلى مستمعينا الأفاضل بكل خير، نوجه التحية لكم وللسادة المستمعين من قسم حوكمة الشركات في إدارة رقابة الشركات وزارة الصناعة والتجارة. أحب أشكركم على الاستضافة، وموضوعنا اليوم راح يكون عن تعديل بعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات واللي تمت بموجب القرار اللي أصدره وزير الصناعة والتجارة رقم 91 مثل ما ذكرتي لسنة 2022، وذلك بدعم تمكين المرأة من خلال حوكمة مجالس إدارة الشركات. بداية من خلال هذا البرنامج يسعدني أني أهنئ وأبارك لأم البحرين والداعمة الأولى للمرأة البحرينية صاحبة السمو الملكي الأميرة صديقة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، قرينة جلالة الملك المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة وكل امرأة بحرينية بمناسبة قرب اليوم المرأة البحرينية، واللي طبعا يصادف الأول من ديسمبر من كل عام تحت شعار قرأت تعلمت شاركت. نعم، احنا اكيد اسعد استاذة ندى بهذا التواجد وبهذا اللقاء، ونبارك كما تفضلت مقدما لكل النساء ولكل مرأة بحرينية اليوم، يوم المرأة البحرينية اللي بيصادف ان شاء الله يوم الخميس المقبل. ودائما ما المرأة البحرينية تحظى بمكانة خاصة في البحرين وفي المنطقة بأكملها. بداية أستاذة ندى، بدنا أن تحدثينا والمستمعين الكرام عن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا. نعم، بداية أطلقت وزارة الصناعة والتجارة هذه المبادرة بفضل سعي حكومتنا الموقرة لدعم مبدأ المساواة بين الجنسين، واللي تعزز بالتأكيد دور المرأة وتزيد مشاركتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، واللي تواكب رؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة والمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة صديقة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم. فأصدرت الوزارة قرار وزاري بالتعاون مع مجلس الأعلى للمرأة، وطبعا فيه كانت مشاركة من مصرف البحرين المركزي باعتبارهم أن أهم شركاء استراتيجيين في تعديل ميثاق إدارة حوكمة الشركات، بحيث ضمنوا قواعد خاصة في حوكمة الشركات واللي بالطبع تمكن المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة. طبعا لما أني نتكلم عن هذا القرار، فالقرار تضمن أن أحكام تنص على مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة اللي تكون في بورصة البحرين، بالإضافة لأن كان في جزئية التزام الشركة بالإصلاح عن إحصائية العضوية، يعني عضوية المرأة في مجلس الإدارة، واللي طبعا كل شركة بتضمنه في تقريرها السنوي، إضافة إلى أن يعني بتكون في إحصائية طبعا تصنف الجنس في مجلس إدارة الشركة. نعم. ويعني بيكون في نفس تتضمن نسبة التمثيل، ففي حالة مثلا الشركة ما كان عندها وجود تمثيل لأي من الجنسين فعلى الشركة أنها توضح ذي الجنسية. نعم. وطبعا احنا نعتبر أن هذه الخطوة يعني رائدة واكبت العديد من الجهات الرقابية في عدة دول. نعم طبعا أستاذة ندى، ودنا نتعرف عن الهدف الأساسي من هذه المبادرة.
طبعا الهدف من هذه المبادرة أن احنا نشجع أكبر عدد من النساء البحرينيات المؤهلات أنهم يقومون في دور أكبر في مجالس إدارة الشركات، بالإضافة إلى أنه يعني نعزز المساواة مثل ما ذكرت قبل، وأن نقلص الفجوة بين الجنسين، واللي طبعا تتماشى مع جهود المجلس الأعلى للمرأة وتوجيهات الخطة الوطنية. طبعا أنه من حيث أن نعزز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في الشركات. إضافة إلى ذلك يعني إحنا حتى نحب نحن نحقق المزيد من النمو والتطور، وطبعا اللي إحنا نسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى نحن مثل ما إحنا نشوف تضافر الجهود الوطنية اللي تبذلها مؤسسات الدولة من خلال تقدم الفرص أو يعني تقدم المبادرات اللي قاعد نشوفها إحنا إنها تسهم في توظيف الطاقة الإبداعية للمرأة البحرينية وتخليها تؤدي دورها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية إن شاء الله. نعم، ختاما أستاذة ندى، ما هو المطلوب من الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين؟ طبعا احنا كقسم حوكمة الشركات في الوزارة يعني قمنا برسال تعميم الى كل الشركات المساهمة العامة المسجلة بموجب قانون الشركات التجارية، وطبعا تضمن في التعميم ان احنا حطينا القرار اللي نشر في الجريدة الرسمية، بالاضافة الى ان احنا حددنا النموذج الخاص في تقرير الحوكمة بحيث انه يبين من خلال المتطلب الخاص بالافصاح عن تمثيل المرأة. وطبعا هذا يعني الأمر بيتم مناقشته في اجتماع الجمعية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022، وطبعا احنا نتوقع ان هذا القرار طبعا بيسهم في دعم تمكين المرأة يعني في مجالس إدارة الشركات، واحنا من صوبنا طبعا نشجعها ان تمارس دور اكبر وفق افضل الممارسات العالميه، واحنا دائما نطلع الى وجود تمثيل اكبر عدد من النساء في مجالس إدارة الشركات. وإحنا كقسم طبعا صرنا أن احنا نقدم الدعم والاستشارة لأي امرأة يعني مترشحة لعضوية مجلس إدارة أي شركة. طبعا ممكن أنهم تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني للقسم اللي هو cg@moic.gov.bh، أو الاتصال طبعا على هاتف رقم 17111337. نعم، طبعا لا يسعني في الختام ان انا اشكر اذاعه البحرين وبرنامج صباح الخير يا بحرين تحديدا، لان دائما يعني يعطونا الفرصه للمشاركه وطرح مثل هذه المواضيع، ونتمنى طبعا ان تمت الاستفاده وتعرف على هذه المبادره اللي يعني بالطبع بتسهم في تحسين اداء مجالس اداره الشركات ونتائج اعمال الشركات، طبعا فضلا عن تعزيز دور المرأة الاقتصادي، كون نحن نعتبر المرأة ركيزة رئيسية من ركائز نجاح المجتمع البحريني. نعم، بكل تأكيد احنا سعيدين أستاذة ندى، وهذا واجبنا بكل تأكيد ان نوصل كل هذه المبادرات وكل هذه الرؤى الى مستمعينا والى الجمهور ونعرفهم بجهودكم المتواصلة. شاكرين لك هذا التواجد الأستاذة ندى ناصر الذوادي، محلل مالي اول من إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة. شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لكل منتسبي هذه الإدارة وزارة الصناعة والتجارة. شكرا جزيلا. الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا.